أشهد أشهد أن لا إلا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله أشهد أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أشهد أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله حياكم الله من جديد. ما شاهدناه جزء بسيط من برنامج حمر النعم الذي بث لمدة 3 سنوات، أسلم عدد كبير جدا في هذا البرنامج، نسأل الله أن يكون في ميزان حسنات القائمين على هذا البرنامج وكذلك القائمين على شبكة قنوات المجد. لمزيد من المعلومات ينضم إلينا عبر الهاتف الداعي الشيخ نوح القرين. حياك الله شيخ نوح. عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل الله مساك بكل خير. بداية شيخ نوح، ودنا تحدثنا عن البرنامج وأثره في الداخل وكذلك الخارج. بحمد الله يعني سبحانه وتعالى أن هذه من البرامج المميزة التي قدمت وتشرفت وشرف البرنامج بخروجه في قناة المجد القناة المحافظة التي تقدم للناس برامج متميزة، برنامج تلو البرنامج وبرنامج حمر النعم. والله الحمد له الآن كما أسلفت 3 سنوات ونيف يقدم الدعوة إلى الله عز وجل عبر الهواء مباشرة. هذا البرنامج ولله الحمد والمنة أسلم من خلاله على الهواء مباشرة أو بعد الهواء أكثر من 6200 شخص ولله الحمد والمنة. ما شاء الله 6000 أسلموا خلال متابعتهم لهذا البرنامج، سواء في الحلقات الاتصال من خلال اللغات وكذلك من بعد الحلقة أثناء إعادة الحلقات أو بالاتصال على الدعاة بعد البرنامج ولله الحمد والمنة. طيب أنتوا كيف الطريقة الآن؟ البرنامج يكون الشيخ موجود ومعه الضيوف ومتحدثين باللغات، طب الوصول لكم عن طريق جوالات مثلا محددة أنت تضعونها في البرنامج في الحلقة، ثم يتم التواصل معكم عن طريق مثلا الخادمات أو السائقين أو العمالة اللي موجودة؟ أي نعم، طبعا الأخوة القائمين في قناة المجد مشكورين جزاهم الله خير، وعلى رأسهم الدكتور حمد الغماس جزاه الله خير الذي تبنى هذا البرنامج ويشكر له، والقائمين على البرنامج من المدراء العامين وغيرهم من العاملين في هذا القناة المباركة. بث أرقام الدعاة خلال بث الحلقة له أثر كبير جدا في قبول الناس ومعرفتهم. إذا عرفنا أن كثير من الناس عنده من العاملين أو الخدم الذين يودون إيصال رسالة الإسلام لهم فلا يجدون وسيلة لذلك إلا والله الحمد والمنة هذا عن طريق هذه القناة المباركة. ما شاء الله تبارك الله. شيخ نوح، يعني أخيرا البرنامج له نشاطات أخرى غير الظهور الإعلامي على الشاشة؟ لا شك، هو البرنامج هذا إعادة الحلقات وبثها بعد الحلقة في وسائل التواصل الاجتماعي بوجه عام، لكن مما أنا أذكر يعني أن هذا البرنامج المبارك والله الحمد والمنة أسلم على يديه من خارج هذه البلاد من ألمانيا ومن سنغافورة ومن دول الخليج تبارك بوجه الله. عام ومن مصر وغيرها بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذا البرنامج. الدعاء دائما ما يتصل عليهم ويقول أخذت رقمكم من قناة المجد، أخذت برنامج أرقامكم من برنامج حمر النعم، وهذا يعني بفضل الله عز وجل أنت فتحت آفاق للدعاة. طبعا هؤلاء الدعاة ينتقون بعناية ويكونون من سليمي العقيدة والمنهج ولله الحمد والمنة، ونفع الله بهم نفعا عظيم في تعريف الإسلام عز وجل إلى تعريف الناس. ولا شك إحنا لو لاحظنا فقط أن أنك تنقل هذا الإنسان من براثن الكفر والضلال إلى نور الإيمان ونور الإسلام هذه نعمة عظيمة جدا. يعني
وإضافة أنك تدل الناس أن يبذلوا في الدعوة إلى الله عز وجل بوسائل بسيطة جدا، مجرد رفع هاتف لمدة دقائق معدودة يستمع فيها عن الإسلام ويعرف حقيقة هذا الإسلام ثم يدخل إلى دين الله عز وجل. بعض هؤلاء الذين أسلموا أصبحوا دعاة إلى الله عز وجل صحيح بفضل هذه الرسالة. طيب الشيخ نوح، أنا بسألك سؤال إذا سمحت للمقاطعة، لأن الوقت حقيقة ضيق، لكن الآن أنت تقول أنه أي شخص رأى شخص غير مسلم من العمالة أو من غيرهم من الخدم في البيوت أو السائقين يتكلم بأي لغة لا يتردد في أنه مباشرة يرفع التليفون ويدق على هذا الرقم، وسيجد بإذن الله تعالى كل المتحدثين بأي لغة للوصول له للتحدث معه، حتى ممكن تتسوون معاه برنامج اتصالي أكثر من مرة، يعني يدقون عليه نعم. يوم بعد يوم وهكذا تأخذوا مثلا فترة حتى تقنعوه بالإسلام. إن لا شك فعلا نعم، أنا أقول لكل من يسمعنا لا تتردد أخي في الاتصال على أرقام الدعاة المتواجدة والتي تبث أرقامهم من خلال قناة المجد أو من مكاتب الدعوة بوجه عام اللي في المملكة، لا تتردد في الاتصال وتعريف من غير المسلمين بالإسلام باتصال. والإخوة يعني فيما أعلم الله الحمد يبذلون من أوقاتهم الشيء الكثير، يعني حتى وقت متأخر من الليل يستقبلون المكالمة. أيوة هذا كمان يعني حاجة مهمة، أنك تتكلم قاعد تستقبل اتصالات من خارج المملكة صحيح، والوقت يختلف، فهم ليل نهار ما شاء الله تبارك الله قاعدين كم لغة تقريبا المجمل؟ والله أكثر من 8 لغات. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وأي لغة يعني حتى لو لم يوجد لغة من اللغات، يعني بعض الدعاة يتصل عليه وهو لا يعرف هذه اللغة، يتم التواصل للبحث عن داعية متمكن وربطه بهذا الذي يريد يتعرف على الإسلام. جميل. كما قلت أسلف في ألمانيا، في الفلبين، في سنغافورة، في البحرين، في الإمارات، في الكويت، في مصر، في المغرب، في الجزائر، كل هؤلاء ولله الحمد، غير في كينيا كذلك أسلم مجموعة كلهم بفضل الله عز وجل ثم فضل هذا البرنامج. والحقيقة أن الواحد يعجز عن الشكر للقائمين على قناة المجد، والشكر لكم أنتم أيضا، أنتم من تقومون بهذا الجهد وترسقون مع الدعاة توجهون هذه الدعوة، وكل الشكر لك الداعية الشيخ نوح القرين. أسأل الله عز وجل لكم